السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي المتابعين في كل مكان. أحبتي، اليوم سوف نشرح لكم كيف يتم استقبال إشارات الـ ECM من المحركات الديزل. أصدقائي، الموضوع يتكون نظام التحكم الإلكتروني من 3 أنواع من التحكم في إدخال المكونات والمخرجات، وهي تراقب باستمرار حالة تشغيل المحرك وتعيد هذه المعلومات إلى وحدة التحكم الإلكتروني، وهي الذي هي ACM. وظيفة رئيسية توفر الطاقة للمحركات الإلكترونية. إذا كانت الشاشة عبارة عن إشارات وإدخال من مستشعرات المحرك، تعمل كمتحكم للتحكم في عدد دورات المحرك في الدقيقة الواحدة، كما يقوم بتخزين معلومات تشغيل المحرك مثل إحداث الأعطال وساعات التشغيل التراكمية. والوحدة التشخيصية هي البرنامج الموجود في الـ ECM. تحديد عزم الدوران الـ RPM للمحرك. يرسل ECM التيارات الكهربائية إلى الأجهزة الأخرى للتحكم في تشغيل المحرك، كما تلاحظون الآن. Sensors constantly monitor engine operating conditions and relay that information back to the electronic control module. The ECM is the computer that controls the engine. It has 3 main functions. It provides power for the engine electronics. It monitors input signals from engine sensors, and it acts as a governor to control engine RPM. It also stores engine operating information, such as faults, events, and cumulative operating hours. The personality module is the software in the ECM, which contains the specific maps that define power, torque, and RPM of the engine. The ECM sends electrical currents to output devices. النظام الـ ECM النظام الإلكتروني، وهو وحدة التحكم الإلكترونية، يتحكم في تشغيل المحرك والقوة المتطورة في جميع وظائف المحرك، التي توفر أداء ووقود ممتاز مع تلبية معايير الانبعاثات الصارمة والمتغيرة باستمرار في المحرك. The heart of the electronic system is the new electronic control module. This powerful state-of-the-art computer controls all engine functions, providing excellent performance and fuel economy while meeting stringent and ever-changing exhaust emission standards. The ECM provides many electronic features, including full authority electronic engine control, logging of engine faults, improved electronic engine diagnostics, electronic cruise control, programmable electronic PTO, engine monitoring and protection, and more than 100 programmable features. هنا يتحكم جهاز الكمبيوتر الحديث الـ ECM الذي هو في جميع وظائف المحرك، التي توفر أداء ممتاز واقتصاد في استهلاك الوقود وفي تلبية معايير الانبعاثات الصارمة والمتغيرة باستمرار، التي توفر العديد من الميزات الإلكترونية، بما في ذلك التحكم الكامل وتسجيل التحكم الإلكتروني في المحرك، في أعطال المحرك، والمحسنة الإلكترونية للتحكم في سرعة المحرك، وإرسال جميع أعطال المولد إلى شاشة تشغيل الإلكترونية قابلة للبرمجة. العديد من الميزات التي يوفرها الـ ECM الإلكترونية، بما في ذلك تسجيل التحكم الإلكتروني الكامل بالمحرك، كامل السلطة يعني في التحكم بالبرمجيات والإشارات الإلكترونية بالمحرك كامل لأعطال المحرك. يعطيك هنا لأعطال المحرك
التحكم الإلكتروني في السرعة القابلة للبرمجة ومراقبة حماية محرك البي تي او والإلكتروني وأكثر من 100 ميزة قابلة للبرمجة في داخل الإي سي إم. أصدقائي هنا يتم استخدام 270 توصيلة التي تسخر الذي هي موصلة بالكمبيوتر موصلة من المحرك للكمبيوتر عكس المحركات القديمة التي هي بدون اي سي ام. هنا اصدقائي تسخير التقنية الاي سي ام في المحرك يربط الاي سي ام تفعيل جميع اجهزة الاستشعار والمشغلات بما في ذلك حاقنات الاي يو اي ربط حزام في النقل الثقيل او المعدات التركترات وغيرها. هذا فيها ميزة انك تستطيع ربط هذا في الكمبيوتر حزام الامان. الى التحكم في المحرك للحصول على تسخير المحرك الرئيسي ويشمل ذلك ناقل الحركة في دورة الوقود ومستشعرات سرعة المحرك ويشمل مفتاح الفرامل في الشيوالات والقابض وعلى التحكم في السرعة وتحكم مفاتيح التحكم البي تي او في فحص المحرك واضواء التحذيرات وتبديل مثبتة المحرك في عدد السرعات ومقياس سرعة الدورات والملف اللولبي لمروحة التبريد كما تلاحظون الآن في الشرح The vehicle harness connects the ECM to The engine harness connects the ECM to all of the sensors and actuators including the EUI injectors. The vehicle harness connects the ECM to the engine control portion of the main vehicle harness. This includes the accelerator pedal position sensor, vehicle speed sensor, transmission, brake and clutch switches, cruise control and PTO control switches, data links, check engine and warning lights, engine retarder switches, speedometer and tachometer, and cooling fan solenoid. This wiring may seem complicated, but it's really quite simple. All of it is made up of many simple circuits. We will cover some of these circuits in the electronic system operation portion of this presentation. هناك أصدقائي أجهزة إلكترونية بسيطة والتي هي المستشعرات الحساسات بسيطة تكتشف الذي هي تراقب المتغيرات مثل درجة الحرارة ضغط الزيت الحركة الميكانيكية إلى إشارة كهرباء جميع الإشارات الكهربائية. وهناك أربع أنواع أساسية موضحة: درجة حرارة الضغط، أجهزة الاستشعار وسرعة الدوران، وجهاز استشعار حرارة الزيت، وكمان حرارة الزيت وحرارة الوقود وحرارة الهواء كما موضح أمامكم. كما تلاحظون الآن هذا حساس ضغط الزيت الذي يتكون من ثلاثة خطوط: خط 5 فولت بيتوصل له الأصفر، والسيجنال والذي بيعطي إشارة الى الاي سي ام بضغط الزيت. A pressure sensor measures changes in pressure and sends a variable DC signal voltage back to the ECM. Pressure sensors have three wires. The first wire supplies voltage from the ECM to the sensor, providing power for sensor operation. This supply voltage is precisely controlled to 5 plus or minus 0.5 volts. The second wire is a ground wire from the ECM أصفر ground that provides a 0 volts reference. The third wire is a signal voltage from the sensor to the ECM. This signal voltage varies with changes in the pressure
of whatever the sensor is monitoring. The operating range of the signal voltage is slightly greater than 0 volts and slightly less than 5 volts. A typical operating range for signal voltage is 0.5 to 4.5 volts. هنا يا أصدقائي يقيس مستشعر الضغط التغيرات في الضغط ويرسل جهد إشارة دي سي متغير إلى مستشعرات إلى الإي سي إم. تحتوي على 3 أسلاك. أول سلك يمد الجهد من الإي سي إم إلى المستشعر لتوفير الطاقة لتشغيل المستشعر. يتم التحكم في جهد الإمداد هذا بدقة من 5 فولت إلى 5 فولت أو أقل. السلك الثاني هو سلك أرضي من الاي سي ام مع نقطة معينة في الاي سي ام الى المستشعر الذي يوفر. الثالث هو جهد اشارة من الحساس المستشعر الذي يوفر القيمة ضغط الزيت. يختلف جهد الاشارة هذا في المتغيرات يعني على حسب من 0 الى 4.5 على حسب يعني يختلف جهد الإشارة هذا من المتغيرات في ضغط أي شيء يراقبه المستشعر. نطاق التشغيل لإشارة أكبر بقليل من 0 وأقل بقليل من 5 فولت. نطاق التشغيل النموذجي لجهد الإشارة وهو 5 إلى 4.5 فولت. يحدد البي سي إم أيضا ما إذا كان المستشعر قصير أو مفتوح من خلال مراقبة جهد الإشارة. إذا كان جهد الإشارة هو تماما مثل جهد الإمداد أي المستشعر أو دائرة المستشعر مفتوحة إذا كان جهد الإشارة هو 0 أو دائرة المستشعر بي إم لأنه أما دائرة قصيرة أو مفتوحة لهذه الدائرة للمساعدة في استكشاف أخطاء الضغط على المحرك. هنا أصدقائي تمبريتشر سنسور وهو المستشعر لدرجة الحرارة وهما يعني يوجد 2 أسلاك السلك من الاي سي ام والسلك الاخر يعني انبوت واوتبوت يستشعر درجة الحرارة في المتغيرات لان تتغير درجة الحرارة في المحرك وقيمة المقاومة وتحولها الى درجة حرارة تعددها الاي سي ام. اذا كان مستشعر درجة الحرارة مفتوحا او قصيرا من خلال مراقبة قيمة المقاومة اذا كان هناك اختصار تكون قيمة المقاومة قريبة من صفر. إذا كان دائرة المستشعر مفتوح تكون قيمة المقاومة عالية جدا يعني كل ما زادت درجة الحرارة كل ما زادت المقاومة المستشعر كما تلاحظون هنا بيشرح لنا. The ECM determines if the temperature sensor is open or shorted by monitoring the resistance value. If there is a short, the resistance value is near zero. If the sensor circuit is open, the resistance value is very high. The important temperature sensors on the engine are the coolant temperature sensor, the intake air temperature sensor, and the fuel temperature sensor. في معانا 3 مستشعرات للحرارة. الكولنت تمبريتشر سنسور هو حرارة المبرد التبريد الذي هو الماء ودرجة حرارة الهواء الداخل من التيربو وحرارة كمان الوقود الذي هو فيول تمبريتشر سنسور. ثلاثة مستشعرات تمبريتشر سنسور. The third type of sensor is a position sensor. Position sensor هذا هو المتحكم في سرعة الماكينة وهو الدواسة الذي هنا بنسميه دواسة في بوم مقاومة متغيرة على حسب السرعة يعني إذا كان مثلا في التركترات أو الشيوالات أو الجرارات كما تلاحظون الآن هنا. The third type of sensor is a position sensor. An example of a position sensor is the accelerator pedal position sensor. This sensor monitors the position of the accelerator pedal and converts that position into a pulse width modulated signal that is sent back to the ECM. A position sensor has 3 wires. The first wire supplies voltage from the ECM to
provide power for sensor operation. The supply voltage for the accelerator pedal position sensor is 8, plus or minus 0.5 volts. The second wire is a ground wire from the ECM to the sensor that provides a 0 volts reference to the sensor. The third wire is a signal voltage from the position sensor to the ECM. The accelerator pedal position sensor generates a pulse width modulated signal, which is a square wave. A square wave is either full voltage or zero voltage, on or off. Duty cycle is the percent of on time. The duty cycle for the low idle accelerator pedal position is between 10 and 22%. Duty cycle at the high idle accelerator pedal position is 75 to 90%. The accelerator pedal position sensor transmits this duty cycle signal to the ECM at a constant frequency. This type of sensor, the ECM determines if the accelerator. The fourth type of sensor is a speed sensor. The speed timing sensor has a permanent magnet and a coil of wire. هذا مستشعر السبيد سنسور, مستشعر السرعة في المحركات الحديثة الذي هي اثنين حساسات. سبيد سنسور The fourth type of sensor is a speed sensor. The speed timing sensor has a permanent magnet and a coil of wire. A change in the magnetic field of the sensor induces a voltage into the sensor. The ECM reads the increase and decrease in voltage as a signal. As the camshaft gear rotates, signal teeth cast into the gear pass through the magnetic field of the speed timing sensor. The sensor generates a signal voltage as each timing tooth passes. The ECM counts the time between these signals to determine how fast the engine is running. All of the teeth are evenly spaced except one pair, which has an additional tooth between them. This additional tooth sends an additional signal, which indicates top dead center to the ECM. Because speed sensors use an internal magnet and coil to generate a signal voltage, they do not require a supply voltage from the ECM. They also use only two wires instead of the three wires used on pressure and position sensors. هنا في السبيد سنسور يقيس مستشعر يقيس عدد دورات المحرك, عبارة عن مستشعر للسرعة يحتوي على مستشعر السرعة مغناطيس. عندما تمر سنون الفليور أمامه أو سرعة أو سنون الكام شيفت, هو عبارة عن مستشعر توقيت السرعة على مغناطيس دائم وملف من الأسلاك يؤدي على المتغيرات في المجال المغناطيسي لجهاز الاستشعار إلى إحداث جهد في المستشعر. يقوم يقرأ الـ ECM الزيادة أو النقصان في الجهد كإشارة, حيث يقوم الترس عمود الحدبات بتدوير الإشارة تي في الترس من خلال المجال المغناطيسي للمستشعر. توقيت السرعة, يقوم المستشعر بتوليد جهد إشارة, حيث أن كل توقيت لوجه المغناطيس هذا الذي هو بيوصل الإشارة نبضات مغناطيسية أو إشارات كهربائية للـ ECM. بين هذه الإشارات تحديد مدى تشغيل المحرك لجميع الأسنان بالتساوي, فيما عدد زوج واحد لديه سن إضافي, بينما هذا إضافة للإشارة للإشارات الإضافية, مما يشير إلى المركز الرئيسي وهو الـ ECM. أجهزة الاستشعار السرعة تستخدم مغناطيس داخلياً داخله وملف لتوليد جهد إشارة. يعني عندما يمر السنون أمامه على طول بيعطي مجال مغناطيسي. أجهزة استشعار السرعة تستخدم مغناطيسياً داخلياً وملفاً لتوليد جهد إشارة. لتطلب يستخدموها ايضا في
الذي موجود عند السلف، اسميه احنا الفليور، نفته يعطينا باضات واشارات، يجي على عادة على سلكين كما تلاحظون هنا بهذه الطريقة. الكام شيفت، معك الكام شيفت. After starting, the crankshaft signal is used because it provides a more accurate and stable timing signal. With the new dual sensor system, if a sensor fails, the ECM will log an active fault and the engine will continue to run. With the older single sensor system, in review. The electronic systems on the engine may seem complicated. However, once you understand how these basic types of sensors work, the operation of individual circuits becomes. حساس ضغط الزيت، temperature sensor، حساس الحرارة، speed sensor، ال position sensor، هذا المتغير وهي الدواسة كما تلاحظون. The electronic systems on the engine may seem complicated. However, once you understand how these basic types of sensors work, the operation of individual circuits becomes much easier to understand.